السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخباركم الزوينين؟ لاباس عليكم؟ هانين كي غادي مع رمضان، غلبكم ولا غلبتو؟ كنتمنى تكونوا لاباس عليكم ان شاء الله باذن الله. مرحبا بكم معايا في قناه حكيمه بلوك. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم كما وعدتكم قلت لكم كل مره غادي نلوح لكم الجديد. اليوم الوصفه ديال اليوم هو خبيزات عامرين اللي كيجي وكيهبلوا وغزالين بزاف، وكنتمنى تجربوهم وتردوا عليا. اول حاجه اشنو كناخذ العجينه ديالي، انا اللي كنشدها كنعجنها وكنحط ندير فيها شويه الخميره وكنخليها تخمر، ومن الاحسن يكون الدقيق ديال القمح. من بعد ملي خمرت لي العجينه كناخذ سميتو كنبدا ندير خبيزات صغار، وخا يبان لكم في الكاميرا راهم كبار ولكن غير صغيرين كيجيو زوينين بزاف مع الفطور. المهم كنلويهم مزيان في داك الدقيق الكامل وكنقرصهم وكنغطيهم وكنخليهم حتى يخمروا عاوتاني. ونقطه مهمه، يعني اول حاجه ملي تلويهم من الاحسن تغطيهم وتخليهم حتى يخمروا شويه وعاد تكرصوهم باش يجيوكم زوينين. صافي، من بعد كنقرصهم كيف ما كتشوفوا معايا وكنغطيهم وكنخليهم حتى كيخمروا مزيان. صافي، كنحط المقله ديالي كتسخن وكان ملي خمروا ليا كنبدا نخبز فيهم شويه. وديجا انا كنت حطيت سميتو كتخمر، يعني كنخليها تدخل فيها ليقام داكشي شويه ديال الثومه الربيع التوابل كاملين يعني، وكنخليها شويه تدخل فيها ليقام. من بعد ملي طابوا لي الخبيزات ديالي كيف ما كتشوفوا معايا كنحطهم على جانب وكندوز، يعني كنحط عاوتاني المقله ديالي تسخن وما كندير لا زيت لا والو. صافي، كنديرهم على شكل دوائر وكنحطهم يطيبوا. اول حاجه يعني ملي كنحطهم يطيبوا يعني كنخليهم سميتو حتى كيتماسكوا ما بين بعضياتهم، يعني عاد كنبدا نقلب شويه بشويه كيف ما كتشوفوا معايا. يعني الزيت راني ما دايرهاش، ولكن مع راكم عارفين يعني الكفته راه فيها شحمه ضروري ان يعني كتلق الزيت. صافي، وكنطيبهم شويه بشويه، من الاحسن تكون يعني النار مهيله العافيه ديال السميش تكون شويه مهيله ما تكونش مجهده باش يطيبوا شويه وكيجيو ناشفين من الداخل. صافي، ملي كنحس بهم بانهم شدوا شويه من التحت وطابوا كنبدا نقلب.
يعني كنخليوه يطيب مزيان يعني من حتى كان يعني ملي كنحس بيه راه طاب تساعد باش ما تشرشمش ليكم في المقله. يعني ملي كتشد راسها يمكن لكم كتهزوها بسهوله وكتقلب. شفتوا اللون اللي كيولي فيهم؟ كيولي لون ذهبي يعني ما تخليهمش يتحرقوا، يعني كيولي فيهم واحد اللون زوين وكتخرج منهم كاع ديك الشحمه وداك الشيء اللي كاين عندهم. يعني فاش كدير واحد العافيه اللي هي خفيفه يعني راه الحاجه كطيب على حقها وطريقه ماشي كتحرق. وكناخذ يعني واحد الخس والبصله لانني كنقطعهم دوائر هكا والخس كنغسلو، كناخذ غير اللب الداخلاني. ومن بعد ملي طابت ليا الكفته كيف ما كتشوفوا معايا كتجي لكم لون ذهبي. خديت البطبوط وفتحته كيف ما كتشوفوا معايا، يعني كيجي من الداخل ماشي مزير، يعني كيجي مفخفخ. صافي كندير خصها، كندير دائره ديال البصله وكندير واحده ديال الكفته. صافي يمكن لكم لو تستعملوا حتى مطيشه او جبن يعني تستعملوا. وكيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الخبيزات. كنتمنى انهم يعجبوكم وتجربوهم ان شاء الله باذن الله. يعني حتى الدراري كلو يجربوهم كما كنقول لكم، يعني راه الواحد يعني كيكون بوحدو كيبغى يتشهي يصيب اي حاجه. وكنشكر الناس اللي كيدعموني وكنتمنى الناس اللي مازال ما دخلوش يدخلوا يتابعونا ويديروا لي لايك ويخلوا لي كومونتير كيف جاهم الفيديو. سينا في الفيديو الجديد ان شاء الله. والسلام عليكم وتهلاو فراسكم بزاف بزاف بزاف.